كما والتقى النائب الأول لمحافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية حميد خليل مهدي ومدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب جاسم محمد محمود. وشدد الهلوب على موضوع تجهيز المطاحن بالحبوب وتوفير خزين كاف بما يضمن تجهيز المواطنين بمادة الطحين ومتابعة آلية صرف صكوك المستحقات المالية للفلاحين، مشيرا إلى اهتمام حكومة المحافظة بالجانب الزراعي كونه يمثل مصدرا اقتصاديا مهما لمحافظة صلاح الدين.